طبعا في يوم من الايام الجو بالبيت كان جدا هادي، فقررت انا انه خلاص بدي افوت بس ارتاح شوي. كنت فعليا جدا تعبان من كثر التفكير، وايضا كان الصيام، فكان في اكثر يعني من عامل. فقررت افوت ارتاح شوي، فحكيت لماما وليد وهذا انه ما حد يصحيني، بس بدي انام يعني قيلوله. ما في يمكن ربع ساعه او 20 دقيقه واذ الاتصالات تنهال علي. اصحى، ايش في؟ والدك توفى. اخوان ماما، هاي يمكن احد اكبر الصدمات اللي كانت انه موجوده، لانه في شيء انا قبل ما انام بساعه تقريبا كنا بنتواصل مع المستشفى انه حاله الوالد مستقره، اموره طيبه ان شاء الله، ما في مشاكل الى الان. فانك تنام خلال ساعه ساعه ونص، تصحى تسمع خبر وفاه والدك في كل العالم او في كل العالم العربي، كان خبر جدا 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 صعب يعني.